قبل ما بننهي حلقتنا قدامك الاوتوجراف، حضرتك هتفتح الصفحه هتلاقي فيها القلم، هتكتب كلمه للبرنامج. وبعد ما بتكتب حضرتك بتحط القلم في نفس الصفحه. هل اكتبها هنا؟ ام اكتبها هنا؟ انا لا ادري، اكتب في اي صفحه تعجبك. سمع بقى السادة المشاهدين ماذا كتبت؟ إلى الصديق الغالي كابتن مصطفى عبده، خالص تحياتي وتمنياتي بمزيد من النجاح لبرنامجك الرائع المجري. حامد الزبدين، كتر خيرك واحنا بنشكرك على تواجدك معانا. احنا بالكلام اللي كتب الكلام الجميل ده كده احنا حلقتنا خلصت، حلقتنا فعلا خلصت. اتمنى ان انتوا الحلقه دي تعجبكم لان فيها حاجات كتير قوي. انت انا عارف ان معظم الناس بتحب تاريخ النادي الاهلي، تاريخ النادي الاهلي بيتقال قدامكم وانت قاعد في بيتك في الليفينج روم وانت بتتفرج علينا. تصبحوا على خير وعلى امل لقاء وحلقه جديده من المجري.